هتتخمو ده الكل هلف على مشامو سبع لفات وشك زرق صفر حمر تعصب ليه تتصدر ده احنا بنروش ونهزر هيتهتهوا يمكن يتشلوا ويبرقوا يلطموا يحولوا قربوا شوفوا نعامل ضلوا مهرج كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وان شاء الله حلقة النهاردة تطيرنا ضيفنا النهاردة وزنه 34 كيلو صافي لحم بس ايه عن تيل غنى وصل لقلوب الناس بأغانيه وصوته الدافي حلف بالله انه بيدوق الويل والآه ودي حاجة مش سهلة يا جماعة خلي بالكم بمجرد ما تشوفوا الدمعة تفر من عينيك والأول مرة هيتعمل فيه مقلب في حياته ونتمنى نكون عند حسن ظنه ضيفنا النهارده اللي حفلاته بتتباع فيها كل التذاكر هيثم شاكر يا هيثم بحبك حبيتك بالصيف حبيتك بالشتيه نطرتك بالصيف نطرتك بالشتيه مشينا كتير قوي بالعربيه بس يعني المناظر تستاهل بصراحه يعني تشم هوا كمان نظيف اكسجين بس خاف من العلو؟ لا مش بخاف من العلو بس يعني لو انت احساسك ان قدامك خلاص فاضي مفيش اي حاجه يعني بس بصراحه يعني الاكسجين اللي هتشمه والعيشه النظيفه اللي هتعيشها هنا تستاهل طبعا يعني العالم كله بيحتفل بعام الطفل واحنا كمان عملنا حمله لمناصره الطفل العربي علشان نقنع ضيوفنا انهم يجوا لحد بيروت والحقيقه الفريسه النهارده فريسه محترمه جدا مطربنا الجميل هيثم شاكر من اجمل اصوات مصر طبعا رحب وجه وشرفنا انا شاكر يا هيثم لا انا هيثم يا شاكر لا انا بصراحه انا مش متاكد نحيها الشتاء مين بده يطلع لفوق مين بده يبقى تحت مش كلكم لفوق كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل انت سامعني؟ ايه بص سامعك نبين عندي على الكرسيين العربيه طالعه للشمال مش طالع عند شغله بدي اقطعها وبرجع مش طالع ما بسمعك عند شغله بدي اقطعها وبرجع التكرار معي الفنان هيثم شاكر من مصر يلا محسوس كتير هالكلمة انت بتكلم مين يا ماما؟ محسوس كتير يا رامي ايه؟ انت بتطلع فيها الحقيقة بص تبع ايه شكرا بص اوكي. بص تبع الشغل عندك اهلا وسهلا رامي يا كريم نعم خكيني احتمال عوزك بعد هيك حاضر الله وكيلك ما بيخلينا نتحرك ابدا ما بيخلينا سلم لي عليها وين ما نروح وين ما نجي بضلوا لقطنا على الجي بي اس اوكي هفرجيك الفيو من هون بس سلم لي عليه بالراحة
بالراحه بس وانت ماشي شويه عشان الطريق ضيق بس و... انا ابن المنطقه هو مطفي. انت اسمك ايه؟ رامي. رامي اه صح نعم. رامي رامي يا الله اكبر. بس وانت ماشي شويه عشان الطريق ضيق بس و... انا ابن المنطقه هو مطفي. انت اسمك ايه؟ رامي. رامي اه صح نعم. رامي رامي يا الله اكبر. الله. ايه السند دي؟ الباشمهندس اللي حاطط رجله ورا، رجليك خبطه في العصعوصه. شهد ان سيدنا محمد رسول الله. بسم الله لا اله الا الله ما اسمه شايف سنه ولد. اسمه شايف سنه ولد في الارض. شهد ان لا اله الا الله وشهد ان سيدنا محمد رسول الله. شهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان سيدنا محمد رسول الله. هيثم صوته راح. رامي. صدقوا البحة الجديدة دي مع الحزن ممكن تعمل شغل عالي. رامي مش هيرد عليك يا هيثم. رامي مخاصمك. ارفع صوت رامي. تبين عندك السيستم العربية واقفة ليش مش عم تمشي؟ سامعني؟ مين معي؟ أنا هيثم شاكر. أمين يا أستاذ هيثم. العربية عملت حادثة. العربية عملت حادثة. رامي مهم عليه. شو صار معرفش السيارة صار لك كيف؟ أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. السيارة صار لك كيف؟ أستاذ هيثم. أيوة السيارة صار لك كيف؟ السيارة صار لك كيف؟ سيارة إيه؟ عاملها سيران. احنا بنموت. يا الله صدرك يا الله. وين عالق؟ ما عرفش. يا الله مش عامل لها شيرون سيارة. يا الله سيارة ايه يا بيت الطنسيون؟ لا سيلفو بتي مين السنتير؟ هتسمعني كيف بلسم؟ انا سامعك انا سامعك انا سامعك. اضحك الشعبة والراجل اللي مات ده يا ابراهيم.
السيارة اخترت بيتي السيارة يعني الأجيرون بتقفل منين ده؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. عامل اعتراف في العلك وفي الرسم. يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله. عم تشاهد الفن راح يخسر كتير ببعدك عنا. أنت كمان موتني يا مش هيك. آه. في الأخلاق وبين حبك من هو وصغير. يا عيب الشوم. وطي من عيني بلا اخلاق والله العظيم انت انسان بارد وما عندكش دم بقول لك الراجل احتمال يكون مات وانا متعلق بموت اتصرف بدي تمشي بدي تمشي الوضع كتير خطر ما تتحرك كرمال السياره ما تقلق اهم شيء السياره صار شيء مستر بشام بعدك عايش مستر بشام ممكن تسكت؟ والماكسي ماتن كده على تعسيس السيارة في فتحتين والونش راح يسحبك طمني على السيارة ممكن تسكت أرجوك حاول تساعدك يا الله على الغرور فكر نفسي إلين شانتر ممكن تسكت يا ب... في فتحتين والونش راح يسحبك الحمد لله على السلامة أيوة الونش وصل راح يسحبك في واحد هنا مصاب معرفش ماله ارجوك الحقوه اسكت يا اسكت يا ايه ده متريليوس شتايم ليش هيك انت نجم اكزامبل قدوه اسكت عموما الشتيمه تلف تلف وترجع ليه اطلبوا الاسعاف يا اخوانا للراجل مسيو بلسم حد يسكت ابن بعتذر منك جوفي علي على تواليت يا اخوانا الاسعاف مش مهم رامي المهم عشان انا لا اله الا الله مسيو بلسم مسيو بلسم عم تسمعني وما بعذبك فيني اخذ معك صورة وير الونش اتقطش صدرك يا الله شو عم بيقولوا الورق الثاني اتقطر هيثم انا هاني رمزي انا هاني رمزي هيثم وانت معاهم يا معاهم اوامر 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 يا هيثم ارجوك نزلوني من هنا نزلوني من هنا مش هتنزل غير لما تقول لي سامحتك نزلوني من هنا جيب ما خلص قول لي سامحتك والمصحف لو ما نزلت انا نط من هنا يا نزلوني من هنا نزلوني هيثم قول لي سامحتك عشان تنزل اقلب العربية اقلب العربية يا هيثم قول لي سامحتك عشان تنزل ما يا عم قول سامحتك هتنزل على طول مش هنزل من العربية اسكت يا هيثم اوعى ايدك هيثم اوعى ايدك هتموت نفسك استنى 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 في الجنينش استنى طب انزل 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 خلاص 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 هيثم ما تزعلش اسمع كريم اسمع ده انا بحبك والله العظيم والله العظيم بحبك بالله العظيم بحبك والله بحبك اسمعني اسمعني يا هيثم
هيثم انت رايح فين؟ انت رايح فين طيب؟ اهدى طيب اهدى 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 ممكن تهدى بس بس صلى على النبي بعد عني يا هيثم يا حبيبي اهدى اهدى طيب طب معلش 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 هيثم هيثم مش كده يا هيثم خلاص ما تصورش خلاص ما تصورش طب اشرب ميه اشرب ميه اشرب ميه طيب بس اهدى 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 يخرب حالك ده انا فاكر انك قلبك جامد والله العظيم قلت لهم هاتولي هيثم شاكر ده بتاع جيم وبتاع حركات انت ليه طلعت ضعيف كده انا اسف يا هيثم هسيبك حاضر بس بامانه انا ما تفكرانيش هذا طيب خلص يا جماعه خلص ايه طب خلاص ممكن تهدى ممكن تهدى خلاص ضحكتوا الناس يا عم شفت شغلكم خلاص بقى خلاص طب اهدى طيب اهدى طيب اهدى طيب اهدى 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 مش كده اهدى اهدى انا عارف ان الجيم صعب بس انا كنت متخيل انك بجد بجد قدها وقدود جيم صح جيم ايوه جيم صح. انت عارف يا هيثم اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه والله انا بحلف لك بالله وبعيالي انا قلت انا عايز كل الناس اللي يجولي شباب عايز ناس قلبها جامد بجد ما كنتش فاكر ان قلبك ضعيف كده والله بتضحكني اقسم بالله معلش سامحني بقى سامحني بقى اعمل معروف سامحني يعني واحده بس ايه علاقه الشباب بالقلب الجامد ايه علاقه اللي حصل ده بان حد قلبه جامد لا يعني هيعمل ايه المفروض يعني المفروض انه يستحمل يعني اللي هو يعمل ايه يعني مش عارف يعني عربيه بتقع وعربيه متعلقه في الهواء بالمنظر ده صور يا بيه صور 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 وريهم وري وري الناس وري الناس عربيه متعلقه الناس شايفه الناس شايفه الجيم ما هو باين ده انا هوريك الصور انا هوريك الصور بس بس بحلف لك هتفرح لما تشوف الحلقه هو سؤال هو سؤال ايوه العيال الصغيره دي معاكم اه انت جاي في حمله للاطفال طيب اعمل ايه يعني العيال كل اللي كانوا بيعملوا ده كانوا بيمثلوا أيوه. الواد اللي بيقول لي عيد ميلادي ده بيمثل ايوه ايوه انا اسف وانا فرحان ان العيال الصغيره ما انا عارف كل الناس هتجري على الاطفال انت جيب جيل جديد بص اقول لك على حاجه صدقني الناس هتتبسط قوم الحمد لله على سلامتك لبنان نورت لبنان طب بجد نورتني بجد نورتني الشغل وحياتك عندي وغلاوتك يا هيثم انا راجع من الحجاز هيثم انت من اجمل اصوات مصر انا بكلمك بامانه وانا معجب بيك جدا وبحبك حب كبير وللاسف للاسف انك تقع معايا في الجيم ده انا عارف انه صعب قوي او تقع معايا في موته زي ايه لا ده حاجه بشعه واد ابن بعد الشيطان نورتني وشرفتني وكبرتني تكبير طول عمرك لا يا حبيبي وجودك معايا هنا شرف لي صدقني يا هيثم واسف ان انا تعبتك الجيم صعب قوي الجيم صعب صعب لا بجد اسف اخوك لفتره انا عارف هقول لك على حاجه انا لو حط ايدك على قلبي انا مت عليك انا اتبهدلت انا اتبهدلت شايفك انا فارق معايا يا راجل انا مش عارف هو عايش ولا ميت ومش عارف اعمل له حاجه صعب قوي معلش شهاده من هيثم اهو اللي نفذوا الجيم فين فين عماد تعالى يا رامي ادي عماد ده اللي نفذ الجيم تعالى يا رامي وده الشوفير وده بقى عموره بتاعنا اللي عمل لك كل الميكانيزم والحاجات والحركات كلها هلا بدك تعتذر مسامح من قلبك مسامح احنا مسامحين احنا مسامحين الناس اللي بتتفرج الناس اتبسطت كل ما هيشوفوك بتتألم وبتتعصب هتلاقيهم في منتهى السعاده لا ده احنا هنتعالج كلنا عايزك تقول للناس كل سنه وانتم طيبين في الكاميرا ديت قول لهم رمضان كريم في رمضان ان شاء الله انا ماليش في الجو ده والله كل الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل